الإيجابية دي مدروسة، محتاج المنظومة كلها تقعد مع بعض وتتفق على إن إحنا فعلا عايزين الصراحات دي، عايزين الصراحات، عايزين فلوس تيجي من المسافرين، مش عايزين نقلل المسافرين أكتر من كده، عايزين يكون في طبعا توسيع في أسوأ الصراحات، في الآليات طبعا آليات السوق قليلة جدا جدا جدا. إحنا كمدير استثمار مثلا أنا مش لازم أكون على فكرة أشتري أسهم، يعني مش لازم أشتري أسهم، أنا ممكن أعمل في أسهم وممكن أعمل كورس أسهم لو أنا شايفة إن وجهة نظري. المهم الهدف كل الناس فلوسها يبقى عندها مستقرات، إنك أنت توصل تبيع للناس متكاتلة خدمة. عايزين زيادة في الآليات، عايزين تطور من الرقابة بدل ما يكون فكرها كله تكون فكرها سيميليشن. يعني حتى انا على فكره وقت الشغل اللي هو من حدث المؤتمر الامريكي في اخر من الاثنين الرجالين اللي كانوا موجودين، وكان بيهندس كل المسؤولين بيقول سيميليت راذر ذان ريجليت، يعني حتى بالاستثمار اكثر من ان انت تقعد تظبط في الاستثمار. واحنا مع يعني برضه في حدود لورق القوانين وارسال رسائل معينه للسوق اهو.